حامل الأيقونات، أروع ما صور الفنان القبطي، أجمل ما عبر عن وحدة الكنيسة معا كأعضاء في جسد المسيح وحياة الشركة بين المؤمنين. حامل الأيقونات، ذلك البناء الذي حمل لنا من عصور وتاريخ كنيستنا فناً ومعماراً، عقيدة وإيماناً. حامل الأيقونات المسمى بالخطأ الحجاب، وكلنا عارفين أن الحجاب بطل في العهد القديم من وقت صلب السيد المسيح له كل المجد، حينما انشق حجاب الهيكل نصفين، فبالطريقة دي بطل هيكل العهد القديم وكهنوت العهد القديم. وفي الحقيقة له تطور تاريخي في الكنيسة القبطية عموما، حيث نلاقي اللي بيدرس مثلا يلاقي ان في القرون الأولى كان لا يوجد حامل أيقونات بالمرة، كان الأب الكاهن ممكن يصلي والشعب وراه على طول. وفيما بعد ابتدوا ان هم يعملوا حوالين المذبح شبه سور، زي ما كان عزرا الكاهن في العهد القديم لما كان يتلو الشريعة كان يقولها زي على منبر عالي، وهذا السور ابتدوا يعلقوا عليه بعض الايقونات، ومن هنا جه مسمى بتاعه حامل الايقونات. الايقونوستاسيس او حامل الايقونات، حاجز من الخشب او الرخام يحمل الأيقونات المقدسة ويقع بين الهيكل وصحن الكنيسة. حامل الأيقونات كان يصنع قديماً من قطع صغيرة من الخشب المخروط المطعم بالأحجار الكريمة كالعاج والأبانوس، ويتخلله رموز قبطية معبرة عن حياة مسيحية عاشتها الكنيسة. حامل الأيقونات لم يكن وليد فكر الفنان القبطي فحسب، بل تعود أصوله لعهود بعيدة، إذ يعود لعهد موسى النبي بعدما أمره الله أن يقيمه كحجاب ليفصل بين القدس وقدس الأقداس. أما بالصليب فقد تمت المصالحة، فلا يوجد حجاب يفصل الإنسان عن الله. لذا اقتصرت وظيفة حامل الأيقونات لوضع الأيقونات أمام الهيكل. الأيقونات على حامل الأيقونات تعتبر كتاباً مفتوحاً على السماء بلغة الألوان والخطوط. حامل الأيقونات يرسخ عقيدة قوية هي الشفاعة، وتلك العلاقة القوية التي تربط السمائيين بالأرضيين. واحنا عارفين الأب الكاهن قس باللغة اليونانية إبريزفيتيروس، إبريزفيتيروس معناها شفيع، فكأن بيتمثل في حامل الأيقونات شفاعة الأحياء في الأحياء عن طريق الأب الكاهن اللي هو بينوب ويصلي عن شعبه. هنلاقي فوقيه
الأيقونات بترتيبها الجميل. يمكن في ترنيمة بيتعلمها الأطفال وعرضتها قناة سي تي في من أجمل الترانيم، خشب في خشب مصنوع وعليه أحلى الرسومات، وده مش حجاب مصنوع، ده حامل الأيقونات. وفوقيهم خالص الشفيع الكفاري اللي هو السيد المسيح، له كل المجد. فمن الجهة القبلية من الباب الرئيسي للهيكل مباشرة توجد أيقونة السيد المسيح ممسكاً بالإنجيل، إعلاناً بأنه المعلم والراعي وأنه الباب والطريق المؤدي إلى الحياة. ومن الجهة البحرية من الباب الأوسط أيقونة القديسة مريم العذراء الثؤوتوكوس والدة الإله، تلك التي حملت لنا سر الخلاص، ويليها أيقونة البشارة، ثم أيقونة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل. فأيقونة الشهيد ماري مرقس الرسول لكونه كاروز الديار المصرية، ثم أيقونة العماد، إذ تعلن لنا الكنيسة أنه لا حياة إلا من خلال الميلاد من الماء والروح، وتبرز لنا القديس يوحنا المعمدان. وتوضع بجوار أيقونة العماد أيقونة القديس شفيع الكنيسة، لتعلن الكنيسة لنا أهمية تلاحمنا معاً كأعضاء الجسد الواحد، جسد المسيح له كل المجد. أعلى الباب الملكي توجد أيقونة العشاء الأخير، وعلى جانبيها أيقونات التلاميذ الأطهار، لتوضح لنا أن كنيستنا كنيسة رسولية تسلمت الإيمان من السيد المسيح نفسه، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. أما أعلى حامل الأيقونات توضع أيقونة الصليب المقدس، إذ أن الصليب لنا هو سر نصرة الكنيسة، به نغلب، فهو قوة الله. وتتجلى روعة صناعة حامل الأيقونات في إمكانية تجميع أجزاء الخشب معاً دون استعمال أي مادة لاصقة أو أي مسامير، ويتخلل حامل الأيقونات مجموعة من الرموز القبطية تختلف من مكان لآخر. اشمعنى الفن ده دخل في مصر بالذات؟ نلاقي ان بعض الحروب الصليبية كان يندر وجود فروع الخشب الطويلة، فابتدوا ان هم يفكروا ازاي يصنعوا نقوشات جميلة زي دي من بواقي الخشب البسيطة، وابتدوا يعملوا بالاشكال الهندسية القوية والدقيقة جدا شكل حوامل الايقونات. كمان نلاقي في حامل الايقونات فيه نافذتين شباكين، وزي ما احنا عارفين ان كان بيقف عند الشباكين دول من الداخل بعض الشمامسة يراقبوا، كان بيحصل بعض الهجمات على الكنائس، فلما بيحسوا بالخطر انه هو بيداهم الكنيسة فكان بيخبروا الاب الكاهن بصفته الحارس والمحامي للذبيحة اللي موجودة على المسبح، فبالتالي بياخد الاسرار والقرابين وبيبعد او بيخبيهم في اي مكان. واستخدمت هذه النوافذ فيما بعد لتناول الشعب، زي ما احنا عارفين برضو ان العلمانيين ما بيدخلوش للهيكل جوه، فكان في القرون الوسطى كانوا بيناولوا الشعب من خلال النافذتين اللي موجودة في حامل الأيقونات. من ضمن الحشوات كان بيمثل الطبق النجمي، والطبق النجمي هو طبق تتوسطه نجمة، والنجمة كانت شكل الترس بترمز للسيد المسيح عشان هو ترس الإيمان، وكان بيبقى حوالين الترس 12 كندة اللي هم التلاميذ الـ 12،
وكان يتحط الصليب في الترس لأن الصليب عنصر أساسي في العقيدة المسيحية. في أشكال تانية زي في المعلقة مثلا بنلاقي ضمن الأطباق النجمية في تجميعها مع بعض بتظهر عين السمكة، والفنان اختار عين السمكة على أساس أنها عين الله لا تغفل ولا تنام، لأن السمكة مفروض أن ملهاش جفن وعينيها ما بتغمضش. فالفنان كان بيحاول يطوع النباتات والطيور وكل ما يخدم العقيدة في مجال الفن، لأن الفن كان أحد الأسس اللي بيعتمد عليها الفنان في تطوير وخدمة العقيدة. زي المصري نهجه نهج المصري القديم، الفن المصري القديم برضو كان بيخدم العقيدة، يعني تماثيل الآلهة، الرموز اللي كانت موجودة، كل النقوشات اللي كانت موجودة كلها كانت بتمثل العبادات اللي كان المصري القديم بيعبدها. وتتدلى من باب الهيكل بيضة النعام، وهي ترمز لقيامة الرب يسوع، من حيث أن بها كائن حي يخرج منها حياً بإرادته. وها هو الصليب يعلو حامل الأيقونات، إذ يمثل ويعلن بأطرافه الأربعة انتشار الكرازة في العالم. ولأن السيد المسيح قال عن نفسه إنه القرمة، فنجد رمز العنب كثمار وشجر وأوراق متجسداً على حامل الأيقونات، يحمل لنا صورة المسيح القرمة الحقيقية الذي حمل الآلام عنا. والعديد من الرموز تزين حامل الأيقونات كالحمامة والنسر وغيرها. وهكذا عاشت الكنيسة تحمل المسيح في كل معنى، في طقوسها وأسرارها وفنونها.